وقت من الرياض ها ألف استعرضنا بعضا من أسئلتها في الحلقة الماضية، وبقي لها مجموعة من الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ: أنا دائما أنسى التسمية عند الوضوء للصلاة، فهل وضوئي وصلواتي صحيحة السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التسمية عند بداية الوضوء مشروعة بإجماع أهل العلم، منهم من يرى أنها واجبة كالإمام أحمد، ومنهم من يرى أنها مستحبة وهم الجمهور. فإذا نسيها الإنسان وتوضأ ولم يسمي فإن وضوءه صحيح، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي ويكمل وضوءه، وأما إذا لم يذكرها إلا بعد ما أكمل الوضوء فإن وضوءه صحيح إن شاء الله.